السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة كفتة الدجاج المشوية. هحتاج معايا صدرين فراخ مقطعهم فرماهم كده في الكبة، بقدونس، البهارات زي ما تحبي. انا هحط ملح، معلقة صغيرة شطة، فلفل اسمر، كمون، بصلة مفرومة، بيضة، ربع كوباية زيت، نص كوباية بقسماط ناعم. اول حاجة هجيب بولة وهنزل فيها صدور الدجاج وعليها البقدونس والبهارات والبقسماط والزيت والبيضة والبصل، وهقلبهم مع بعض. وبعد ما عملت الخليط كله على بعضه وقلبته في بعضه كده، هجيب صاج دهناه زيت واسياخ خشب، وهاخد كورة كده بالشكل ده كده واحطها في الصاج. طبعا لو عايزة تقليها ممكن تقليها في الزيت، ولو عايزة تشويها انا هشويها دلوقتي في الفرن، وبعدين هحط فحمة مولعة في شوية زيت علشان تديها ريحة الشوي، هتكون جميلة جدا وسريعة ما خدتش مني اي حاجة. شكلها هيكون كده، ده شكلها اهو بعد ما خلصتها، هدخلها فرن ويكون سخن. وده شكل الكفتة بعد ما خرجتها من الفرن، ولعت حتة فحم صغيرة وحطيتها في شوية زيت معاها في الفرن، اديتها ريحة جميلة جدا. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش دعموني بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. السلام عليكم.